حياة حلوة، حب، شعر، عشق، شي حلو، شي حلو كتير، شي بجنة. حب؟ دخيلك وين لسه في حب؟ الناس راكدة ورا مصالحها ومو مستعدة توقف لحظة تصفن بكلمة واحدة. ما هو هذا الشي اللي بيخلي الواحد يترك ويمشي. منشان شو نضل؟ ما فهمت، بس يمكن معك حق. المهم هلا ما بدك تنتحر؟ طبعا. قلك على سر، انا بزماناتي كنت حب مثل. بزماناتك؟ ليش قديش عمرك انت؟ مو مهم، المهم حلوه ولا لا؟ والله حلوه. كلكم بتقولوا هيك لحي الله مرة. كلنا؟ شو عرفك انت؟ خبرة. بس انا غير شيء، انا عم بعني اللي بقوله، خاصة بهيك ظرف. تعرف، يا ريتني بدالك، يا ريتني اقدر ساوي مثلك. خليني جرب، طالع المسدس. لا 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 لا، وعي، شو عم تحكي انت؟ مو على اساس انت مثقف وواعي لازم نساوي مثلك؟ اصحيك لا تجني، انا يعني انا حالي خاصه. على اساس انا اللي حالي عامه ولا خايف علي حضرتك؟ شيلي شيلي هالافكار من راسك، شيليها. ليش لشيلها؟ انت اللي لازم تنتحر ولا انا؟ ولك انا اللي مقضيته ما مارق على حدا، انت على شو مضيع حياتك بالله؟ اه أنا ضيعت عمري مع مرة ما بتستاهل. شو عرفك؟ يمكن هي بتقول عنك نفس الشي، إنك أنت ما بتستاهل. يجوز أنا ما بستاهل. حطي هالطاولة، نحن منهيس لحالنا ومننبسط مع بعضنا. لك ابني شو صاير عليك؟ تعال تعال، قال أبوك أحسن شي نعمل سهرة بالبيت. يلا تعال. يلا لاحق. يلا قوم. تفضل تفضل. شو جاهز؟ جاهز. طيب وإذا غيرت رأيي؟ مو انت تبع ثقافة، يعني ما بتغير رأيك على اساس انكم صادقين. اه نحن صادقين، بس يعني مو الكل بالضرورة يكون. بس شو عم تضحك علي؟ مو ملاحظة اني خيالية شوي؟ انا خيالية؟ انا ما قلت لك انتحر، انت اللي بدك. ولا انت مثل كل الرجال بيقولوا شي وبيساووا شي تاني، الحكي اللي حكيته حكي رجال؟ اكيد حكي رجال. ايه معناتها كذب. انت اللي حكيك مثل النسوان، كله انانيه ومصلحه وقرف. انانيه وقرف؟ ولك انا شو اللي جابني لهون غير كلمه من رجال تافه؟ انا ماني تافه، انا شو اللي وصلني لهون غير اسوه مره سطحيه؟ بعدين شو لهون؟ هون بيت واحد محترم ومثقف. لك لهون لهون يعني لعند جارك وغيره، غير كلمه من رجال حبيته وهربت معه صار يبيعه ويشتري فيني، وبالاخير شو؟ غير رأيه. طولي بالك، انا اسف مو قصدي، يعني انت انسة جميلة حلوة، يعني شو ما كانت شغلتك بتضلي انسان بني ادم. ليش عصبت؟ أنا ما عصبت، بس شو؟ أنت بدك تنتحر وأنا احترمت الرغبة اللي عندك، ما أنا متعودة احترم رغبات العالم ولبي لهم طلباتهم وروقهم. لا 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 أبداً، مو هيك القصة، مو تلبية رغبات. أنت بدك يعني ما أتراجع عن قراري لأنك حسيتي بألمي اللي ما عاد فيني أتحمله. هيك حيلك حيلك، شو مفكرني طالبة جامعة ولا أنسة بكالوريا؟ لا هيك ولا هيك.
فاهم علي؟ أنا شغلتي إني أتظاهر إني كذب، بس هالمرة عن ما بعرف، حاسة إنه ما في داعي. شغلتك إيه، بس أنا حاسس إنه مو هذا أنتي. بعدين معك حق، معي أنا ما في داعي تتظاهري وتكذبي لأنه ما حيطلع لك شيء. أساساً أنا ما عاد عندي شيء أعطيك إياه، أعطيتها كل شيء. دي مش أول مرة. حتى الفستان الفينالي كان كثير غريب، كان في الألوان التيركواز مع الفوشيا مع الأوف وايت، وكان كله بالكريستال ملون. حتى طريقة القصة كانت سام، بس انه في غرابة. نشرة الاخبار من قناتي. صدقيني انا مو حابب لك هالمنظر. انت حلوة ورقيقة. مانك مضطر تجاملني. لا انا ما عم جاملك. انا اساسا اللي وصلني لهون اني انا ما بجامل. بس انا اللي بقصده انه انت في بداخلك انسان حلو، يعني جواتك حلو. اللي جواتي مو للبيع. شبك بردانة؟ شوي دفيني. جد شبك؟ بخاف يكون دفاك حقيقي. بس هو حقيقي. ماني مصدقة. طيب ما بهمك تعرفي أنا شو حسيت؟ ما بهمني. بس أنا لازم أقلك شو شعرت، شو حسيت. ما بدي. كلكم ما بدكم. كل شي بدكم إياه هو أنتو بس، حتى أنتي. انت اللي لازم تعرفي انا شو بدي. عم تفكري بحالك وبس. وليش لحتى افكر شو بدك؟ اصلا انا ما كنت جاي لعندك. ولا بحياتك كان ممكن تجي لعندي. اصلا انا لولا هالصدفه انا بحياتي ما ممكن اتعرف على وحده. لا لحد هون وبس. هذا اللي ناقص كمان. انت ليش ما بتنتحر وبتخلصنا؟ ولا شكلك مثل كل الرجال، بدي اعمل وبدي كسر وبدي وبدي وبالاخير بيطلع على فاشوش بعد من خلقتي. لا تتحديني، عم لك لا تتحديني.